انا هستاذنك هبتدي بسؤال عشان هواند موصياني ابتدي مع حضرتك بالسؤال ده. أوكي. وبرضه هو بطبيعه الحال سؤال مهم الناس كتير من اللي بيشوفونا. هو في ناس مش شرط تكون بتاكل كتير ولكن بتزيد باستمرار لا لشيء غير لان طبيعه الهرمونات اللي عندها بتخليها مياله للسمنه؟ اكيد. هو الموضوع في نقص او زياده الوزن ليه عوامل كتير جدا غير الاكل. يعني احنا ممكن نكون مقللين الاكل جدا، ما بناكلش حلويات، ما بناكلش بالليل، ومظبطين نفسنا جدا، ونلاقي ان احنا عمالين نزيد في الوزن. وده شكوى انا بسمعها كتير جدا. التغيرات الهرمونيه مثلا، هدي مثل، الفترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية عند الستات مثلا، بتلاقي انه هبوط مستوى الاستروجين بيخلي دايما في زيادة في تركيز الدهون وتغير شكل الجسم. يعني بقت السمنة بدل ما شكل الستات زي ما انا هقول بعد كده انه بدل ما شكل الستات هو شكل الكمثرى، لا، بدأت تبقى شكل التفاحة، اي انه الدهون بدأت تتركز اكتر في منطقة البطن. نيجي نشوف مثلا تغيرات الغده الدرقيه، بدا يزيد الوزن واحنا مش عارفين في ايه، عمالين نقلل الاكل بتاعنا، وصلنا ان احنا بناكل وجبتين في اليوم ومع ذلك بنزيد وفتره قليله جدا. لازم نتشيك الغده الدرقيه ونشوف فيها ايه، لانه برده نقص مستويات التي 3 والتي 4 والكالسيتونين اللي بيفرزهم الغده الدرقيه بيأثر جدا على عمليات التمثيل الغذائي. بتهيالي التشيك اللي لازم الواحد يعمله على الغده الدرقيه للحالتين، للي حاسس ان هو بيحس ده حقيقي، لان برضو او زيادة الوزن بدون مبرر في فترة صغيرة. طبعا لقوا انه نقص فيتامين د، وده عليه كلام كتير جدا واقاويل كتير جدا الفترة اللي فاتت. نقص فيتامين د برضو بيؤدي الى نقص عمليات التمثيل الغذائي، نقص امتصاص الكالسيوم، فكله برضو مرتبط ببعضه. الحقيقة انه كمان الستريس، احنا كلنا دي نقطة بنغفل عنها، وبيعمل نتيجة عكسية مع نوعين من البشر. في ناس تبقى ستريس او متضايقة تاكل بفظاعة، وفي ناس بتفقد الرغبة. اللي كمان بيحصل انه افراز الكورتيزول بيبقى زيادة في الجسم، وده من ضمن الستريس هرمون. وطبعا الناس اللي ما بتنامش بصورة كافية، الناس اللي هي على طول في عندها حاجات شغلة بالها وتفكير، الناس اللي هي ما بتاخدش راحة، جسمها ما بيرتاحش، كل الناس دي الستريس ده لقينا انه المستوى بتاع الكورتيزول بتاعهم بيبقى عالي جدا، وبالتالي تخزين الدهون في منطقة البطن بيبقى بصورة كبيرة جدا. والناس دي تعمل ايه في الحاله دي؟ ما لازم بقى نبتدي نشوف هل احنا محتاجين ان احنا نروح لدكتور نفسي، هل محتاجين ان احنا نعمل ميديتيشن، يعني ممكن نمشي، ممكن ان احنا نمشي في مكان مفتوح، ممكن ان احنا ناخد اجازه، ممكن ان احنا ناخد قسط من الراحه. يعني البدن ليه حق علينا، يعني لازم نرحم نفسنا بالبلدي. لازم لانه طبعا الكورتيزون من الحاجات اللي الناس برده مش فاهمه، ان انا عدم النوم او ان انا مفحوطه في الشغل او ان انا بشتغل اكتر من 12 ساعة، الكلام ده كله بيأثر جدا على عمليات الحرق. يبقى احنا قلنا احنا ادينا امثلة بسيطة جدا كده للهرمونات اللي ممكن تأثر على الحرق بتاعنا، بغض النظر انت بتاكل سليم ولا مش سليم، ده موضوع تاني. جميل. طيب.